طبعا انا عايزه الفت نظر السيدات لما بيجوا عندنا، بيجوا بالام مختلفه، تبقى ساعات تبقى الام مثلا ممكن جسديه، وممكن تكون متضايقه من حاجه فبيطلع على جسمها، يعني بتبقى ستريس ماشي. فاحنا دي حاجه ودي حاجه ثانيه. فكلامنا مع المريضه او بنكلمها زي كانها داخله، يعني داخله حد عارفاه من زمان، تتعامل معاه كأن واحد بتعرفه من زمان. وطبعا السيده بتيجي بالام مثلا، بتيجي واتفر كان الالم ايه، الم في الكتف، الم في الكوع، الم في اسفل الظهر، الم في نص الظهر، واتفر ايا كان الالم كان ايه هنتعامل معاه. العضله زي ما بتطلبي منها تديكي اكشن، لازم تاخدي منها، لازم تهتمي بيها. هتهتمي بيها ازاي؟ اول ما توجعك لازم تيجي للمختصين علشان خاطر يعتنوا بيكي وبيعتنوا بيها. يعني لو جات لي بعد شهر من الوجع غير لما تجيلي بعد سنه من الوجع. طبعا مده كبيره جدا بين الشهر والسنه، فهتلاقي الوجع مختلف في كل مرحله. ولقيتي نفسك قاعده كتير، اقف شويه واعمل مارشنج، والمارشنج ده مهم جدا. تمام. تاني حاجه، لازم خلال اليوم يبقى لي بورت في اليوم 10 دقايق او 15 دقيقه، ممكن دقيقتين، اعملي 5 دقايق ماشي. وحاولي تعملي تمارين فيها. التمارين اللي هتعمليها هعلمها لك دلوقتي. اول تمرين هنقوم بيه ان احنا نقعد نعمل في الكتف كده حركه دورانيه للخلف. الحركه الدورانيه للخلف دي بتساعد في ان العضله ما تاخدش وضع معين، وفي نفس الوقت ايه بتزودي الدوره الدمويه. تاني حاجه، بنجيب اي بطل او اي ازازه ميه او اي حاجه، وبنحاول نتني ونفرد دراعنا على التيبل، على الاوفيس، على المكتب، وات ايفر يعني، بس لازم يبقى الكوع سبورتد. ونعمل ايه؟ ونفرد ونتني. ممكن بنفس البطل اللي احنا استخدمناها نحاول نرفع كتفنا لفوق زي كاننا نعمل ليفتنج اكسرسايز. ليفتنج اكسرسايز دي مهمه جدا علشان الكتف وعلشان كمان الرقبه. ننزل بقى على الرجلين، بنحاول نمد الرجل على قد ما نقدر تحت المكتب، بنحاول نلف حوالين المكتب او في الكوريدور رايح جاي. دي اسمها مارشنج، زي المارشنج كده، هو نقف في المكان ونعمل مارشنج او نروح ونيجي فور 10 تايم مثلا. دي تمارين بسيطه ممكن نقوم بيها خلال الخمس دقائق او العشر دقائق، ممكن نقسمهم لو ما عندناش وقت. المهم نعمل حاجه تخدم العضله زي ما بتدينا لازم نديها.